حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارا جديدا في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وحررت موقع البيضة الاستراتيجية المطلة على منطقة المدفون. وفي مدينة تعز قالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على تبة السوداء المطلة على منطقة الوعي في الضباب غرب المدينة بعد يوم من تحرير موقع المكلكلة العسكرية الاستراتيجي شرق المدينة. هذا وأعلن الناطق باسم الجيش اليمني العميد سمير الحاج أن المرحلة الأولى من خطة معركة تطهير مدينة تعز من ميليشيات الحوثي وصالح تمت بنجاح، وأضاف أنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن فتح خط الضباب واستكمال خطة التحرير. جددت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم قصف مواقع الميليشيات الانقلابية في جبل نهدين بالعاصمة صنعاء بعد ساعة فقط من قصف معسكري الحفا وضبوة. كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للميليشيات الحوثية ومعسكر تدريبا في مفرق المجبر قرب مدينة حرض بمحافظة حجة. وفي محافظة شبوة قتل عشرة من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح في قصف لمقاتلات التحالف استهدف مخزن سلاح للميليشيات يقع قرب موقع استخدمه الحوثيون لسجن معارضيهم في النقوب بمنطقة بيحان. وقال مصدر محلي إن عددا من السجناء المعتقلين لدى الحوثيين أصيبوا في الغارة، في حين تمكن 20 آخرون من الفرار. قتل مواطن سعودي وأصيب 7 مقيمين منهم 6 يمنيين وباكستانيا في سقوط مقذوفات عسكرية على مدينة نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية. قالت مجموعة سفراء الدول 18 الراعية للسلام في اليمن إن تشكيل الانقلابيين ما أطلق عليه بمجلس سياسيا خطوة أحادية وغير دستورية وعقدت الحل في اليمن. ودعا السفراء في بيان لهم جميع الأطراف بوقف القتال والتعامل بمسؤولية مع جهود الوسيط الدولي إسماعيل ولد الشيخ والالتزام بمرجعيات الحل السلمي.